من هو صاحب فكرة إنشاء النادي الأهلي؟ مش هيعرف. أنت باختيارات؟ مختار التتش؟ لا ما لا لا مش عايز زغلول؟ هقول لك الطريقة. عمر لطفي بيك ده. طب أقول لنا أنا في المعلومات ضايع والله. والحكم إن أنت تحكي موقف محرج جدا حصل معاكوا في الأهلي. هو محرج موده لسه حصل قريب من أسبوع. قول. مفيش، كنت خارج من باب النادي، إحنا عندنا في كده بوابة ورا بخرج منها بيعملوا باركنج جديد عندنا، ماشي كده وحاطط الشنطة بتاعتي وماشي. المهم أنا يعني هم حاطين يعني بيحطوا خرسانه كده وبتاع، في دلاعه كبيره هناك انا شايف انها متغطيه بتاع حديد كده. مفيش، انا قلت هدوس اعدي عليها عشان اعدي. المهم بدوس على البلاع، دوست على طرفها كده والدب، وقمت انا واقع راسي جت في البتاع. انا بصل زي ما بيقولوا. انا ماسك البتاع دي عملت كده وشي جيب. كانش حد بقى بيصور بالفيديو في اللقطه دي. لا المشكله قبلها ايه؟ واحد وانا ماشي قال لي خلي بالك يا كابتن، مالناش غيرك يا كابتن، قمت انا واقع على طول. عارف ده تحس انه ممكن ينفع في فيلم العدل امام. لا المشكله في حاجه، راجل جه يعني بتاع الامن قومني، وراجل جه من ورا يعني واحنا بنضف نفسي وبتاع، وقال لي نتصور بقى، قلت له يلا نتصور. نتصور لا ده موقف عظيم. عظيم. موقف عظيم. جميل، لسه حاصل قريب. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه، واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.